وانطلاقة المباراة في هذه الأثناء من جانب المنتخب المصري. طبعا مواجهة تكتيكية أيضا بين المدربين. كرة أمامية لصالح المنتخب الجزائري. من هناك جابور يحاول النمر يا مر جابور في أول كرة محاولة تسديدة سهلة بين أحضان الحارس عصام الحضري. أول محاولة هي ورمي التماس من عبا بسرعة ثنائية نادي البلحاج يحاول أن يوزع الكرة إلى دفاع لكن الكرة ما توصلش تبقى للمنتخب الجزائري. من هناك غزال عبد القادر على الجهة اليسرى غزال يفتح لكن بعيد تفضي الأمور والركنية ستنفذ للمنتخب الوطني وتدخل الدفاع تعود تدخل الدفاع فرصة محمد شوقي تبقى للمنتخب الجزائري نادي تدخل الدفاع نذير بالعاجي تولى تنفيذ هذه الركنية القائمة الثانية وعصام الحضري بكل صعوبة بكل صعوبة يبعد هذه والمباراة هي مباراة اللاعبين في الكثير من الأحيان ملعوبة على الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري محاولة للتوزيع من هناك من جانب أوه الإبعاد من عصام الحضري والدفاع في المرة الثانية كان بالنزعة الهجومية دائما على الجهة اليمنى ملعوبة لمحمد زيدان الضغط عليه للحارس الونس قوي سهلة يلعب مع أحمد شوقي الكرة يغطي كما يجب المحترف محمد شوقي التسديدة الأرضية مباشرة إلى خمسة أمتار لأحمد سعيد أكر ثم فتحة لكن بعيدة بعيدة هذه اللاعب من العناصر داخل منطقة الجزاء ملعوبة الكرة الدفاع الجزائري يبعد بواسطة عن طريقها الكرة بعيدة بعيدة التسديدة دون تركيز سريع لمصلحة المنتخب المصري من هناك على الجهة اليمنى لأبو تريكا ينتظر أبو تريكا يقدم كرة لمحمد شوقي الدفاع ملعوب أحد نادر بالحاج نادر بالحاج وإخراج الكرة اللعب بالنار ممنوع في هذه المنطقة أو على مستوى هذه المنطقة لدفاع المنتخب الوطني الجزائري حذاري من الارتباك وحذاري من هذه الكرة محاولة المرور من أبو تريكا القوي والموهوب المراوغة ولكن تغطية دفاعية نادر بالحاج بكل ثقة ولكن هناك من يقول بأنه لعب بالنار تدخل كرة في وسط الميدان تبقى مصرية على الجهة اليسرى حذاري 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 كرة جانبية حذاري من هذه الكرة الجانبية الخطيرة من أبو تريكا المطلوب الآن من اللاعبين فقط تقديم الأفضل نذير بالحاج على الجهة اليسرى نذير بالحاج في هذه الكرة بهذه الكرة تدخل دفاع هاي الكرة الخطيرة الممتازة للفريق الوطني الكرة من بعيد سيد معوض محمد زيدان حذاري من هذه الكرة حذاري من هذه الكرة حذاري من هذه الكرة الزيدة قوية من محمد زيدان يجب ترك الفتح على الجهة اليمنى يحاول أن يوزع البحث عن عمرو زكي الكرة رأسية مدرب رمح سعدان كرة ثابتة لنادر بالحاج ملعوبة بعيدة ملعوبة بعيدة وضربة مرمى طريق أبو تريكا وآخر كرة كانت عند أبو مساء الخير وأهلا بكم من جديد سيداتي أوانيسي سادتي مشاهدينا الكرام ضربة البداية للشوط الثاني لهذه المباراة بين نادر بالحاج وللمنتخب الوطني الجزائري ملعوبة الكرة داخل ضربة جزاء الدفاع يتدخل ويوقف الموقف الخطورة من جديد لمصلحة المنتخب الجزائري التسديد تمر في عرض المدافعين وتعود وتعود الكرة إلى رمي التماس كرة خطيرة جدا هي منكم من جديد ملعوبة جيدة الرأسية من مطمور والدفاع في الخط لإنقاذ الموقف من جديد الفرصة قائمة الدفاع يتدخل ها هي الكرة الخطيرة من مطمور والدفاع ليس هناك وقت للعب الكرة عند يحيى يحاول أن يساند ويساعد يحاول أن يسدد الكرة الجانبية بد الكروي جميل محمد زيدان يحاول أن يجد محمد شوقي التسديدة القوية الموجود مطمور كريم وضعية جيدة المنتخب الوطني الجزائري أمام المنتخب المصري.
دفاعيين وهجوميين. ان شاء الله ان شاء الله ما زال خطيره خطيره من هناك. ماذا هناك؟ جواول الناس في اخر لحظه على كل من هناك الموجود حسني عبد ربه فردا من المنتخب المصري. سيد معوض سيد معوض يفتح وراسيه عمرو زكي فوق الكره والخطا لمصلحه المترجم ملعوب التباطؤ. نعم الاحتفال بالكرة التبادل الكروي زيان كريم. هاي الكرة محاولة من نادر بالحاجة مسجلة ستكون بدون شك صعبة. نعم. دقائق طويلة عريضة. حذاري حذاري من هذه الكرة. سلامات ضربة مرمى لصالح المنتخب الجزائري. الوقت الذي مضى من هناك عن الجهة اليسرى محاولة لمحمد زيدان داخل منطقة العمليات. حذاري الضغط على حامل الكرة تسديدة قوية وبعيدة بعيدة. لمسة على طول ثاني عنتر يحيى أمامية. هذه المساحات بدلاء منتخب الجزائر زاوي لاعب شاوشي موجود ايضا رحمة سليمان. خطيرة جدا كرة الكرة خطيرة جدا خطيرة جدا والهدف الثاني خطيرة جدا والهدف الثالث اللي قلت حضرتك عليه رفيق كفو. المنتخب الجزائري يقدم مباراة العمر ويتقدم بالهدف الثالث في مرمى المنتخب المصري. الهدف الثالث عن طريق رفيق جبور. وانهيار كبير كبير في اداء منتخب مصر وانهيار كبير كبير في اداء منتخب مصر في خط دفاعي وفي اداء لمنتخب غير الشوط الاول. مش هم دول لاعبه المنتخب الشوط الاول مش هم دول فرقه منتخب مصر في الاصطدام الاول في 76-77 دقيقه في حوالي ثلث ساعه. منتخب الجزائر يخترق دفاعات المنتخب المصري بثلاثيه هي الاعلى لحد الان في تاريخ مواجهه الفريقين هنا في العاصمه او هنا في الجزائر الشقيقه. شوف الانطلاقه وشوف ما فيش متابعه وشوف الخطا الكبير جدا الدفاعي اخطاء كبيره جدا رجوع في الاداء يعني خطا في اللياقه الذهنيه وخطا ايضا في المخزون البدني لدى اللاعبين. اكثر من حوالي 7-8 لعيبه ان لم يكن الفريق بالكامل فريق المنتخب المصري انهار تماما امام المنتخب الجزائري هنا على ملعب البليده. اعلى نتيجه 3-1 لحد الان في هذه الليله يتقدم المنتخب الجزائري وتقدم مستحق ونتيجه حقيقيه واداء افضل ووضع تكتيكي افضل وهي يعني شوارع موجوده في دفاعات منتخب مصر. يتقدم الجزائر في 3-0 مش ممكن يكون اكثر المتشائمين المصريين يتوقع هذه النتيجه ولا اكثر المتفائلين الجزائريين يتوقع هذه النتيجه مع كل احترام والتقدير والنتيجه العاليه جدا في عالم كره القدم. عندما اللاعب على طول عرضيه مصريه خطيره جدا يطلع الدفاع يرد ثاني حسني عنده مساحه يسدد هوبا تصويبه ولكن كله في العالم خلاص المنتخب كله جات له يعني ابو تريكه ماشي كنت في الجبل يمنى ثاني لسيد معوض ينطلق سيد يلعب الكره ثاني على طول احمد عيد عبد الملك حسني عبد ربه الشرطه باص قصير ضغط وقوه وابو تريكه وتصويبه ولكن في حارس المرمى جوال في حارس المرمى جوال سيد منصوري لمسه مره ثانيه لاحمد عيد عبد الملك في توهان النتيجه عمل التوهان الهدف بتاع مصمور ممكن تكون هدف رابع خطير جدا ولكن ضربه مرمى زواوي موجود ولكن فين الزواوي غايب طبعا لظروف تقنيه لم تقدر عليها هذه القنوات ضغط وقوه من عمرو زكي ثم في الاخر الى ضربه مرمى الخلفي بالكامل
ولاعيبة نص ملعب وحارس المرمى الكل يسأل في الأداب. يضغط على كورته تاني، هنشوف بيومي حيقول ايه، وحنشوف الهجمات تقول ايه. مش اوفسايد، مش اوفسايد. سجل ابو تريكا، سجل تريكا، يسجل الهدف الاول ولكن متأخر جدا. يسجل محمد ابو تريكا الهدف ولكن متأخر جدا، ليثبت التاريخ ان اعلى نتيجة ما بين الجزائر ومصر كانت 3-1 لصالح منتخب الجزائر. اذا التاريخ يتفوق، اذا الاصرار المصري الان يسجل، ولكن هدف زي ما قلت لحضراتكم هدف متأخر عن طريق محمد ابو تريكا، وكانت ايضا هتضيع هنا، ولكن الحق ابو تريكا ويسجل اول هدف اللقاء لصالح منتخب مصر. مفيش اوفسايد، خلاص راحت عليك هنا يا راجل. اوفسايد ايه ده؟ ابو تريكا ضرب الاوفسايد، ممتاز. والهدف الاول لصالح منتخب مصر، و 3-1 الان لصالح المنتخب. احداث وفيها يعني اقاويل كثيره جدا، وفيها تغيرات كثيره جدا، وخدنا دروس ايضا وعبر من تاريخ الكوره ومن احداث الكوره. المنتخب الجزائري لو حافظ على النتيجه، لاعب الاهلي عليه طبعا المحلل خالد بيومي، وقال عليه هيكون لي كلمه في اللقاء. العرضيه المصريه ومحاوله راسيه لتسجيل الفارق 3-2 افضل من 3-1. احمد صبحي 5 دقائق وقت اضافي، ممكن نعدل. هوبا الراسيه، ولكن محاوله راسيه وضغط وقوه ثاني. يضغط المنتخب الجزائري ثاني، يحاول يستخلص. ضغط وقوه 3-1. يضغط على طول ثاني، وحسني عبد ربه، حسني عبد ربه 2. في مباراه كبيره ونشيد فيه من هذا المكان، ونبارك له ايضا من هذا المكان، ونقول للمنتخب المصري